سعر اللحم وصل ل 30,000 دينار عراقي، واللي يوميته 10,000 ما يقدر حتى يشتري ربع كيلو، حتى اذا اشترى بحلق منه راح يحطه. صدق ما عندنا جواب، يعني وضعتم على عاتقكم رصد ملف الحقوق الاقتصاديه الاجتماعيه للمتابعه الميدانيه. شنو رايك بالارتفاع الغير مسبوق باسعار اللحم؟ حقيقه اولا اكرر ترحيبي، والمشكله هي كبيره. المشكله ان الدوله العراقيه، الحكومه العراقيه تفتقد الى السياسه الواضحه، تفتقد الى خطه لرجال دوله يعملون للحاضر ويبنون للمستقبل. الموضوع سيدتي الكريمه هو ليس فقط في ارتفاع اللحوم، هو نتاج، ولا نتفاجئ ربما على شهر رمضان والعراق فقط بالمناسبة سترتفع الكثير من الأسعار. كل الدول الأوروبية والدول الإسلامية المحيطة وعربية منها أو غير عربية تبادر حكوماتها، من كندا إلى أستراليا، تبادر حكوماتها بعملية الضغط وزيادة العرض خلال الشهر الكريم، خلال رمضان. لمسناها في ألمانيا، ولمسناها في كندا، ولمسناها في دول عربية فقيرة. اليوم العراق الوحيد من خلال اقتراب أي مناسبة دينية يبدأ السوق بارتفاع هائل وكبير جدا. الموضوع هو سلسلة. الدولار ارتفع قبل اللحوم. أين إجراءات الحكومة؟ اليوم الإجراءات هي ليست، مع كل احترامنا طبعا لرجال الجريمة الاقتصادية أو الجريمة المنظمة، مكافحة الجريمة المنظمة، هذه ليست بحلول. الحلول هي عملية تجارية، هي عرض وطلب وسيطرة على رأس المال المنفلت. أكرر، هناك لدينا رأس مال منفلت، وحقيقة لدينا رأس مال اليوم هو من يحرك الاقتصاد العراقي. يعني اليوم لما يفلت رأس المال عن زمام الحكومة وتخطيطها، حتما لا نتفاجأ بارتفاع الأسعار. يعني ارتفاع أسعار اللحوم والمعاناة التي ستكون جراء ذلك كبيرة. يعني اليوم بالمناسبة ليست لدينا، بدأت الطبقة الوسطى بالترتيب الاقتصادي أو ترتيب الوضع الاقتصادي بالعراق، بدأت الطبقة الوسطى تتلاشى. ليس لدينا، بعد سنوات قليلة ستذوب هذه الطبقة ويكون لدينا طبقة غنية وطبقة فقيرة. بالمناسبة أيضا وأحب أن أنوه، اليوم على مستوى البصرة مثلا لدينا طبقية، وطبقية كبيرة جدا، طبقية أرستقراطية متنفذة، بحيث إنها تسبب نوع من القهر إن صح التعبير الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لطبقة الفقراء. لدينا اليوم من هو يتنفذ، وبالتالي أسعار اللحوم، حتى لا 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 يعني لا أبتعد عن الموضوع، أو أسعار المواد الغذائية ستكون بيد هذه المجموعة أو هذه الطبقة التي تتلاعب بالاقتصاد. طيب سيد.